السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يعطيكم ألف عافية، برحب فيكم وزي ما وعدناكم فيديو جديد. واليوم راح نحكي على موضوع في غاية الأهمية وفي غاية المتعة، والموضوع اللي كل الناس تنبسط كثير لما تعرفه وتتعلمه، والموضوع الغائب عن كثير من الناس، موضوع الصدق والكذب ولغة الجسد، من المواضيع المهمة كثير في الحياة. للأسف الشديد مرات نتعرض للخداع بسبب عدم قدرتنا على كشف مكنونات لغة الجسد اللي هي أهم من اللغة العادية، من الكلام المقروء أو المسموع آسف. وهذا الموضوع مهم في شتى المجالات الحياة، يعني على المستوى الشخصي تعرف أنه شخص صادق ولا شخص بيكذب عليك، على مستوى العملي مديرك بيحكي لك راح تترقى إن شاء الله، إن شاء الله في ترقية، على مستوى البزنس لما تشتغل مع كاستمر زباين، هذا الزبون راح يشتري ولا ما راح يشتري، على مستوى الصداقات ان شاء الله بكره انا بمر عليك. الشغلات هاي كلياتها ممكن كشفها لما واحد يجي ياخذ منك فلوس يحكي لك اعطيني والله مبلغ وكذا، طب هو صادق راح يرجع مش راح يرجع، شو نيته؟ هدفنا دائما ان احنا نطلع بهاي الصفحه نزيد الوعي، زياده الوعي هي اهم شيء. انا استغرب مرات انه كيف الناس عايشه بدون وعي. ما اصعب الحياه، ما اقساها على الشخص اللي ربنا معطيه دماغه ما بيستخدمه في شيء، ما أصعب الحياة على الناس اللي عايشين على البركة، يعني ما بدنا نحكي غير اللهم اهدي الجميع، لأنه اقرأ 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 واقرأ، هاي مش معناها تفتح كتاب وتقرأه، اقرأ يعني اطلع، اقرأ يعني طالع، يعني شوف، يعني تعلم. جمالية الحياة والإنسان لا يقترب أعتقد من الله إلا عندما يرى صنعة الله، يعني كل قربك من الله يأتي أنه تقول يا سلام سبحان الله فيما خلق. واليوم بدنا نتعرف على سر جديد من أسرار النفس البشرية، سر جديد من أسرار الكائن الذي يسمى إنسان. هذا السر كيف تستطيع أنك تكشف أنه هذا الشخص اللي أمامك يكذب، أو هذا الشخص اللي أمامك صادق ويتكلم من قلبه. فأتمنى نشوف، بس نتأكد أن الصوت واضح وكل شيء تمام. فالله يعطيكم ألف عافية. طبعا ملاحظة صغيرة على موضوع توقيت حضور، طبعا هي ملاحظة ألاحظها كل سنة، وبعدين الناس بتيجي بتحكي عن رمضان بتحكي لك شهر الخير والبركة. يعني للأسف الشديد رمضان أنا إذا بدي أوصفه من وجهة نظري هو شهر النوم، شهر الأكل، شهر المقالب والكاميرا الخفية، شهر المسلسلات، وما بدنا نحكي أسماء الفنانين يعني الله يعطيهم الألف عافية، شهر الكسل، شهر اللي أنا مش فاضي، شهر اللي أنا مش قادر، شهر اللي أنا بلا علم بلا قرف، الواحد يلا يلا متحمل خلينا صايمين، فالله المستعان. بينما أنا بشوفه شهر يعني أجمل الشهور، وهذا اللي بيخلي الناس ما تستفيد من رمضان. يعني أنا واحد من الناس ما كنت أستفيد من رمضان قبل أن أفهم إنه هذا الشهر زي ما بظبط طاقة الأكل وطاقة الشرب وبكسب صحيا، صرت أظبط كمان طاقة الاستيعاب وطاقة العطاء. فكلما زاد العطاء كلما انت فعلا عم تاخذ من المصدر الاساسي، عم تاخذ من طاقه كبيره جدا بركه هذا الشهر. فالله المستعان. اليوم بدنا نحكي على لغه الجسد، بس اليوم ما حنحكي على كل لغه الجسد، حنحكي بس على هاي المنطقه، العيون. كيف تعرف الشخص اللي امامك وتقرا انه الشخص اللي امامك يكذب بيألف ولا هو صادق؟ ما هي حركه العيون؟ كيف تفسر حركه العيون؟ مبدئيا قوة لغة الجسد مهمة جدا، وأنا راح أعمل لكم يعني امتحان صغير وبتقدروا تشوفوا نتائجكم إن شاء الله في نهاية الفيديو. خلينا نشوف فيديو أنا عملته من خلال برنامج كان اسمه رحلة اكتشاف الذات، الفيديو مدته صغيرة جدا لكن له تكملة على اليوتيوب. خلينا نشوف الفيديو ونشوف قديش أنتم شاطرين. هل تستطيع أن تقرأ أو تفهم ما كنت أقوله من غير صوت؟ خلينا نشوف الفيديو مبدئيا. يلا بسم الله. طيب عرضنا الفيديو.
اللي يستطيع انه يفهم فهم شو الكلام اللي انا حكيته بيكون رائع جدا، ويستطيع انه يقرا لغه الجسد بشكل جميل. واللي حابب يشوف انا شو كنت احكي يروح على قناتي، قناه الدكتور حسن المزين على اليوتيوب. الفيديو موجود ضمن قائمه من الفيديوهات بعنوان رحله اكتشاف الذات. ما هي قوه لغه الجسد؟ لغه الجسد هي الاساس. وضمن دراسة كانت معمولة منذ فترة طويلة من شخص اسمه مهريبيان، هذا الزلم غير العلم هذا وغيره إلى الأبد. حكى مهريبيان أنه النسبة العظمى من تأثيرك على الآخرين هي لغة الجسد. والدليل على ذلك أنه ليس مهم كثيرا ما نقول. يعني لو أنا اطلعت في لو واحد اطلع في زوجته حكى لها بحبك، أو واحد اطلع في إنسان ومنشوفها مرات، أصدقاء بيكونوا مع بعض بيغلطوا على بعض بيسبوا على بعض، لكن ابتسامة الواحد من الدال للدان، وبالتالي لا هدول عم بتخانقوا ولا هدول عم بيحبوا بعض. الإنسان بطبيعته تأثير، يعني تأثير الكلام اللي نحن بنحكيه 7% فقط، الكلمات اللي أنت بتختارها 7%، بينما 93% مقسمة ما بين لغة الجسد ونبرة الصوت. لغة الجسد ونبرة الصوت، يعني لو برجي بحكي لك السلام عليكم، هاي السلام عليكم عادي سلام، غير السلام عليكم، غير لما أحكي السلام عليكم. إذا الموضوع نبرة، طريقة تحريك اللي بسموها الجستشرز أو الإيحاءات اللي بالإيدين، كل هاي الشغلات هي اللي بتحدد الرسالة اللي بتوصلنا. عمرك شفت إنسان أول ما شفته حسيت إنك مخنوق؟ مجرد هيك ما شفته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحكي لك يا أخي ما بعرف، هذا الإنسان دمه ثقيل على قلبي، يا أخي بيقطع الخميرة من البيت. سبب لغة الجسد. وفي إنسان ثاني بتشوفه لغة جسده هي اللي بتعطيك تفاؤل. وأكبر مثال الأطفال، شوف الأطفال لما بدخل طفل، مش عشان والله إنه هو صغير وجهه، لغة الجسد تبعت الأطفال هي اللي بتدخلنا البهجة والفرحة والضحكة، وليس الكلام اللي بيحكوه الأطفال. صح كلامهم بضحك بس يكبروا، بس مستحيل تشوف طفل بتحرك يمين وشمال بحركات معينة في منتهى البراءة إلا بيدخل على قلبك راحة نفسية وهدوء نفسي. راح نحكي اليوم فقط على العيون، لكن من أراد أن يدخل في تفاصيل أكثر هذا موضوع طويل، ويستطيع التسجيل في رحلة اكتشاف الذات، وأنا إن شاء الله راح أترك الرابط تبعها في أعلى الفيديو. هاي الرحلة اللي إجاني فيدباك عليها رائع جداً، كل اللي شاركوا فيها كانوا في منتهى السعادة، وأنا يمكن قبل هيك حطيت فيديوهات لناس بتحكي شو اللي استفادته من رحلة اكتشاف الذات. من أجمل الرحلات اللي ممكن الإنسان يفوتها إنه يكتشف ذاته ويكتشف أشياء لها علاقة بلغة جسده وطريقة تفكيره وذكاء العاطفي وما إلى ذلك. خلينا نبدأ بالعيون. مبدئياً راح أحط لكم صورة صغيرة تعطيك فكرة. تفضل. العيون عادة العيون تتحرك في كم اتجاه؟ 6-7 اتجاهات. خلينا نرجع. العين بتتحرك عادة، إما العين بتطلع على اليمين إلى الأعلى أو على اليسار إلى الأعلى، يعني يا بتطلع لليمين للأعلى، طبعا يميني أنا اللي هو يسارك أنت، يمين إلى الأعلى يسار إلى الأعلى، أو مرات بتطلع يمين في الوسط أو يسار في الوسط، أو بتطلع يمين تحت أو يسار تحت. شو الفرق بيناتهم؟ اليوم حنفهم. كيف تعرف الإنسان بيكذب ولا بيحكي الصح؟ اليوم رح نفهم. مبدئيا لو منشوف الصورة، النظرة اللي بتكون نظرة الإنسان لما يتطلع الإنسان إلى الأعلى وإلى اليمين، يعني أنا لما أطلع إلى اليمين إلى الأعلى فأنا أؤلف صورة، أنا عم بخترع صورة. يعني الدماغ لما أنت بتكون بتكذب في صورة معينة، عم تكذب في رواية، في قصة معينة، في كذبة هلأ عم تنولد، ينظر الإنسان إلى الأعلى على جهة اليمين، يعني بالنسبة لك لليسار، بالنسبة إلي أنا يميني فوق، بالنسبة لك أنت يسارك فوق. أول ما تشوفني أنا قاعد بحكي وبتطلع هيك، والله أنا رحت ومسكت الأسد وذبحته وبعدين مسكت نمر وذبحت، أنا قاعد بألف. طيب إذا اطلعت على اليسار فوق معناها أنا بحكي الحقيقة، معناها أنا أتذكر شيء حدث يساري فوق، يعني اللي هو يمينك يسار فوق، يمين فوق، أنا بكذب. طب ماذا لو كان يمين في الوسط، راحت عيني للوسط، أنا أؤلف أخترع، بألف
صوت معين. يعني لما تجي تحكي لي متذكر شو حكى لك، حكى لي انه انت بطل وانت رائع وانت، اذا انا بألف صوت. يمين فوق انت بتألف قصة كاملة، يسار يمين فوق يمين وسط معناها انا عم بألف صوت، عم بخترع صوت، عم بكذب. طب وسط يساري، ويساري انا اللي هو يمينك، وسط يسار معناها انا اتذكر. شو حكى لك ابوك؟ والله حكى لي دير بالك ودعالي وكذا، اذا انا عم بتذكر مش عم بكذب. اذا الجهه اليمين بالنسبه للشخص، انا كشخص، اذا الشخص اللي امامك ينظر الى يمينه الى الاعلى او الى الوسط، فهو في الحالتين بيالف، وفي الحالتين هو عم بيالف فوق معناها عم بيالف قصه، يمين وسط عم بيالف صوت. بيضل اليسار العكس، هو يتذكر شيء حدث وهو يتذكره. شيروا الفيديو، خلي الناس تشوف هذا العلم. يعني هاي الشغلات يا جماعة الناس تدفع فيها بلاوي مصاري، احنا قاعدين نعطيها يوميا هاي ان شاء الله على روح المرحومة امي. وطبعا يعني احنا عم نعطي خلاصة القوة في التدريبات اللي انا بعملها، لانه فيها متابعة مع المتدربين وهذا. فخلينا نرجع مرة تانية للصورة، ماذا لو كان الانسان ينظر الى اسفل على اليمين او الى اسفل على اليسار؟ أسفل يمين فهو يتذكر أحاسيس. يعني لو أنا سألت سؤال، الاسفنج، تعرف الاسفنج؟ السفنجة تبعت الجلي هاي أو كذا، كيف ملمسها؟ ملمسها كيف بدي أحكي لك؟ يعني هيك ملمسها، بتطلع يمين تحت معناها أنا عم بتذكر مشاعر، يسار تحت لو استخدمت، لو أنا عم بتطلع على الجهة اليسار تحت معناها أنا عم بحسب حسابات، حديث الذات، انا عم بتكلم مع نفسي. تزبط؟ تزبطش؟ والله يمكن تزبط يمكن ما تزبطش. حديث حديثي مع ذاتي، معناها العينين تتجه الى الجهة اليسرى الى الاسفل، معناها انا عم بتذكر حديث او عم بتكلم مع ذاتي او عم براجع حساباتي. بينما لذلك لما تشوف انسان صافن، تجلس مع انسان صافن وعينيه تحت، اعرف انه هذا الشخص الان يتكلم مع ذاته. اذا بتشوف انسان صافن وقاعد على الجهة اليمين، هذا عم يتذكر مشاعر. الله يرحمها الوالدة كيف كان أكلها، يا السلام طعمه لسه في ثمي، هذا معناته عم بتذكر مشاعر. طيب إذا بتطلع الإنسان للأمام ولفترات طويلة، هذا إنسان يتخيل، عم يتخيل، عايش في فترة خيال، شو بدي أعمل في المستقبل، ورح نروح ونسافر ورح نعمل وكذا. هاي الحركات، مهم أشرح شيء مهم، اللغة الجسد لا تحدد من تصرف واحد، لذلك مش راح تقدر تاخذ من هاي المعلومات كل اللي بدك اياه. مش بكره تشوف واحد بتطلع يمين فوق، كذاب، مسكته، لا، لانه في شيء احنا بنحكي كلاستر، كلاستر يعني مجموعه من الاشياء تؤدي الى الاقتناع الشخص انه هذا بيكذب او هذا ما بيكذب. مثال، في مثلا حركه الانف، حكه الانف، اليوم حكه الانف تدل ايضا على الكذب، بس لنفترض انه انا مرشح عندي حساسيه، اليوم الدنيا ربيع برا، فطول نهاري بدعك في انفي، هذا لا يدل اني انا كذاب. لذلك لا تؤخذ لغه الجسد من غير ما ناخذ المحتوى كامل ومن غير ما نربط اشياء باخرى. من الشغلات اللي ثبتت علميا تدل على الكذب هي، تعرف شايفين هاي رمشه العين، بلينكينج بسموها، الانسان الطبيعي عيونه بترمش كم مره؟ ترمش كل 10 ل 12 ثانيه مره، يعني بالدقيقه الواحده من 7 ل 8 مرات، من 7 ل 8 مرات انت بلينكينج، عيونك بترفرف بترمش، تمام؟ وجدت الدراسات، وهي دراسات حديثة باي ذا وي، أن الإنسان الذي يكذب تصبح رمشة عينه بطيئة ومتباعدة أثناء الكذب، وبعدها تتسارع بشكل يصل إلى 8 أضعاف الإنسان الطبيعي. يعني أنت سألتني سؤال وأنا بدي أكذب، فأنا بديت أكذب، سألتني السؤال، فبتلاقي رمشة عيني صارت بدي أحاول أبحلق، عشان إيش؟ أنا مخي كله عم يشتغل، الدم كلياته رايح للدماغ عشان أألف، لأنه بدي أبلش أألف، بدي أكذب. بعد ما أخلص الكذبة بتلاقيني رمشت، بتلاقيه برمش بسرعة، وهي بتشوفوها كثير عند الأطفال، الطفل هو بكذب ما برمش كثير، أول ما يخلص كذبته بم 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 بم. ليش؟ لأنه بيعوض كل اللي فاته، كان ماسك ومتحكم بالعيون، لأنه مخه وكل الدماغ رايح عليه الدم، عم بيألف، عم بيستخدم مراكز في المخ لتأليف القصص، مجرد ما ينتهي التأليف فبيرجع مرة تانية برمش بسرعة.
هاي من الشغلات ايضا المهمه. واذا بدنا نكمل على موضوع كاذب ولا غير كاذب، الانسان اللي كان زمان يحكي لك حط عينك في عيني، حط عينك في عيني، كذاب انت، حط عينك في عيني. وجد حديثا انه الكذابين، الناس المحترفه عاد كذب، في ناس بتكون محترف كذب، ببحلق اكثر، بينظر في عينيك اكثر من اللازم. يعني بتقول له انت اللي عملت الموضوع هذا، انت اللي اخذت الفلوس من المكتب، لا انا ما اخذتش فلوس من المكتب، لا ما اخذتوش، بتلاقيه حريص انه يخلي دائما عينه بعينك. فبالتالي فكره اللي زمان كان يقول لك حط عينك بعيني، احكي لي اني بحبك، هذا الكلام ما عاد يجيب. بالعكس بتلاقي واحد عم بيخدع شخص اخر، بحبك، صدقيني اني بحبك، بقدرش اعيش من غيرك. هذا كله صار نوع من انواع الكذب. ليش؟ لانه الناس صارت بالله شعور عارفه انه اذا انا بدي اكذب لازم اثبت عدم كذبي باني اطلع في عين الشخص اللي عم بكذب عليه، فاصبح الموضوع عكسي. لذلك البحلقه الزياده عن اللزوم مع عدم الرمش دلاله مرات على الكذب. شو الشغلات اللي بتدل على الكذب كمان؟ التكرار. تكرار، وهذا بيسموه the illusion of truth effect، يعني وهم الحقيقة، تأثير وهم الحقيقة. بحكي لك اللي بيكذبوا بيحاولوا يقنعوا نفسهم أولا بالكذبة، فبيكرر أكثر من مرة عشان يقنع حاله إنه هو ما بيكذب. أنت اللي أخذت المبلغ من البنك؟ لا أنا ما أخذتوش، لا أنا ما أخذتوش، أنا مستحيل أخده، ليش بدي أخده؟ لا يمكن أخده، أنا معقول أخده؟ فهو شو عم يعمل؟ هو الكذب، طبعاً نرجع نحكي، لا نعمم، ممكن يكون إنسان بريء وأخذته الحمية، لا أنا ما أخذتوش، هذا موضوع تاني، بس نحن بنحكي في لغة جسد مختلفة، وهذا الموضوع أنا بشرحه بالتفصيل في رحلة اكتشاف الذات، بحكي بالتفصيل كيف إنك تفصل عناصر لغة الجسد حتى توصل لأقرب حقيقة. لذلك الإنسان اللي بيكذب مرات بيعيد الجملة كتير. أيضاً وجد إنه الناس اللي بتكذب، انتبهوا على هاي، الشخص اللي بيكذب بيعطيك تفاصيل زيادة عن اللزوم، بحكي لك لا أنا أصلاً ما مستحيل أخذ، أصلاً تعرف أنا كنت موجود ورحت على البيت، وحتى اسأل أخوي كان موجود وكان، وأصلاً يومها أنا تغديت الصبح. فبيعطيك تفاصيل أكثر من اللازم. ليش؟ لأنه هو عم بيحاول يقنعك بعدم وجود الكذبة، فهو عارف أنه عم يكذب وشعوره عارف أنه عم يكذب، لذلك بيكثر التفاصيل. برجع بحكي موضوع علم الكذب والصدق وموضوع أنك تكشف إنسان بيكذب، وإله علاقة بالأول والأخير بالإحساس. والإحساس لما بيجي يقول لك، في واحد بيجي بيحكي لك يا أخي أنا إحساسي أنه هذا الرجل كذاب، أنا مش مرتاح له، شفتوا هاي كلمة مش مرتاح له من وين جاية؟ طبعا الناس اللي على البركة، الناس هدول اللي بنولد وبيموت وهو مش عارف وين الله حاطه، هدول على البركة ماشي حالة، بضلوا عايش يقول لك إحساسي. الناس اللي بتفهم والدول المتحضرة والناس اللي بتسمع كلام رب العالمين وبتطلع وبتفهم وبتستوعب وبيعرف إنه وقته ثمين وبقعد بيقرأ وبدرس، بيعرف إنه الإحساس هو كلمة منشأها لغة الجسد. لغة جسدك بتخليني مرتاح أو مش مرتاح. انتبه، بقول لك إذا صار صراع ما بين اللغة المحكية ولغة الجسد، صدق لغة الجسد. يعني مثلا سؤال، إذا تسألي شخص بتحبني وبيجي بيحكي لك بحبك، طبعا بحبك، شو اللي بتحكي أنت؟ معقول هالسؤال؟ لغة جسدي شو بتحكي؟ هاي الإشارة دلالة على إيش؟ دلالة على لا، هاي إشارة لا. الطفل الصغير لما تيجي تحكي له تعال كل، يلا يا ماما كل، صح؟ لغة الجسد تدل على لا، لكن الكلام اللي بحكيه يدل على أكيد بحبك، أكيد أكيد، معقول أنا بقدرش أعيش من غيرك. صدق لغة الجسد، لا تصدق إلا في حالة واحدة، إذا كانت الثقافة أو الكلتشر زي إخواننا في الهند، إخواننا في الهند بيحركوا رأسهم كثير. لذلك أنا بحكي لغة الجسد ما هياش موضوع سهل ناخده فيه يلا محاضر الدكتور حسن هذا كذاب ونروح نطبقه في حياتنا، الموضوع فيه تفاصيل. بس أنا حبيت أعمل لك إضاءة على شيء وعلم جميل جدا ومفروض نحن نطلع عليه. أنا برأيي الشخصي الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانت الناس تشوفه كانت تحس إحساس مش طبيعي. طبعا نحن شو بناخدها على البركة، وجهه كان نور وكان في ملائكة طائرين حواليه، هي فكرة إنه أكيد الرسول عليه الصلاة والسلام كان وجهه نور وأكيد كان في ملائكة حميته زي ما إحنا كلياتنا محميين بالملائكة، لكن الأهم إنه الرسول ربنا اللي رباه وربنا اللي أدبه، وبالتالي
أكيد كانت لغة جسده قوية. يعني بتخيل الرسول لما دخل وفتح مكة ووقف وسأل: ما تظنون أني فاعل بكم؟ شوف لغة الجسد، أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لأنه لا يمكن الإنسان يكون قائد من غير ما يكون عنده لغة جسد قوية. هل تتوقع أنه قائد يكون مهزوز وراسه وكتافه مسدودة وقاعد هيك مسكر؟ ما حدا حيقرب عليه ولا حدا حيمشي وراه. لذلك لغة الجسد ضرورية. ويعني الشيء بالشيء يذكر. يكفي لغة الجسد اللي الرسول عليه الصلاة والسلام استخدمها عندما دخل مكة، حتى لا يصير فيه غرور. دخل الرسول مكة وراسه قربوا على الفرس، ها يعني نزل راسه على الفرس، لأنه هذا يوم نصر، حتى لا يكون فيه غرور. فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام راسه على: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما أجمل لغة الجسد، وما أحوجنا أن نفهم كيف نتصرف. لغة الجسد هي اللي بتدمر. بزعل كثير لما بشوف بنت لسه أول طلعتها، بنت صبية أول طلعتها وهيك قاعدة كتافها مسدودين وكذا. بزعل كثير لما أشوف شاب ماشي بالشارع بيشحط رجليه شحط، وبعدين بنتخيل هاي أمه بدها تصير وبده يتعلم وبده يصير بني آدم في الحياة. بزعلني كثير لما أشوف ولد طول نهاره قاعد على التليفون فصارت كتافه مسدودة. وبعدين بنقول: ليش الأولاد ما عندهم ثقة بالذات؟ ابني ما عنده ثقة بالذات دكتور، مش عارف شو بدي أعمل. لغة الجسد. أنا بمشي بعكس اللي بيسألوا فيه الناس. بلغة جسدك بتزيد ثقتك في نفسك، مش لما تزيد ثقتك في نفسك بتزيد، هو تزيد. لكن احنا عشان نعدل، لما تفرد كتافك وتوقف وقفة مرتاحة وتكون مرتاح مع جسدك وتكون متعلم كيف تتصرف وكيف تستخدم ايديك. كثير ناس ما بيعرف شو يستخدم ايديه، بتلاقيه مثلا مش بشوبح وكذا وبعض اظافره بحط اصابعه زي هيك، او بيطلع بيحكي امام الناس مباشره بحط ايديه في جيوبه لانه مش عارف وين بده يروح بايديه. لغه الجسد. لغه الجسد هي الاساس. في رؤساء امريكيين وقصص معروفه نجحوا في الانتخابات الامريكيه بسبب لغه الجسد. في رؤساء امريكيين فشلوا بالانتخابات الامريكيه بسبب لغه الجسد. واذا بدنا نجيب مثال قريب جدا، الجور كان منافس جورج بوش، جورج بوش جونيور الاصغر، مش جورج بوش الاب، كان منافسه. هذا الرجل علامه، هذا الرجل عبقري، عنده معلومات ومؤلف كتب ومعاه دكتوراه، لكن فشل امام جورج دبليو بوش. السبب الحقيقي الناس ما كانتش مرتاحه للبادي لانجوج تبعته. وهذا بحكي لك تعبير على شعوب. مش كل الناس مثقفة سياسيا واقتصاديا، مش كل الناس. الناس بدها حدا ترتاح له، الناس بقول لك والله ارتحت له بدي اروح اصوت له. فتخيل كم تأثير لغة الجسد على حياتنا. لغة الجسد هي اللي بتخلي مديرك مرات، هذا الموظف له مستقبل، ومرات بتخلي مديرك يحكي: يا اخي هذا الموظف مبين عليه مش تبع شغل. مع العلم يا حرام انت شغال وعامل اللي عليك، بس ما حدا طايقك. ليش؟ لغة جسدك مؤذية. لغة مؤذية لك أولا وللآخرين ثانيا. هذا اللي بيخلي كتير بنات تتعرف على شباب: وأنا إن شاء الله جاي أخطبك وإنتي، أنا بقدرش أنام من غيرك يا بي، على الأيام اللي جاية رح أذبح لك، مش رح أجيب لك لبن العصفور، بيحبني بيموت علي. وهذا اللي بيخليها بالآخر يعني تعيش حياة صعبة جدا، لأنه ما عندها قدرة على أنها تفهم هذا الشخص اللي أمامها، هل هو صادق؟ هل لغة جسده صحيحة؟ هل هو بيتكلم؟ هلا الموضوع في البداية بيكون صعب، بقول لك يعني أنا أقعد أدقق على عينيه وأدقق وين بروح، يا دكتور صعب. هذا الموضوع تمرين، زي بالضبط لما تعلمنا السواقة. أنا أول ما تعلمت السواقة واللي بيسوق بيعرف، كنت ماسك الدركسيون بإيدي الاثنين ستيرنج، وبطلع بالمراية وبطلع وكذا. كان الموضوع صعب لأنه عم بحرك كل حواسي في نفس الوقت. لكن بعد سنة من السواقة تلاقي حالك بتسوق ماسك الدركسيون بإصبعين وعادي، وبتفتح مواضيع مع اللي جنبك، ومرات بتوصل من مكان لمكان ما بتتذكر، لأنه أصبحت المهارة انتقلت من الوعي إلى اللاوعي. ومجرد ما تنتقل من الوعي إلى اللاوعي دخلت في الأوتو بايلوتينج، تقدر تعملها وانت مغمض. فالفكرة إنك إذا تعلمت أي علم بتاخده جديد ينتقل من الوعي إلى اللاوعي. اليوم حبيت أطلع عليكم حتى نعطي نبذة صغيرة عن لغة الجسد. يعني أنا حابب أحكي في نهاية الحوار إنه لغة الجسد أساسية جدا في فهم كل شيء. الصلاة اللي إحنا بنأديها: الله أكبر، شو هاي؟ ليش بعمل إيدي هيك؟ الله أكبر من شو؟ ما أنا عارف إنه الله أكبر، بس أكبر من شو؟
انت لما تجي تخيل وانت بتصلي انك انت بترمي الدنيا ورا ظهرك، الله اكبر، رميت الدنيا كلها. شوف كيف انت لما تفهم لغة الجسد كيف تستطعم بالصلاة، كل ما بتدخل على الصلاة بتقول الله اكبر. وكل ديانة فيها صلاة تعتمد على لغة الجسد. في شغلات مهمة لازم نفهمها في الحياة قبل أن نغادر، لأنه سنسأل على هالدماغ اللي أخذناه وين قضيناها؟ مسلسلات. شفت كيف؟ شفت كيف خوفوا ولسعوا بالكهرباء؟ والله العظيم راحت عليك الحلقة. شوف شوف شو صار فيها، وقعت في المي وطلعت مبلولة. لازم تشوف الحلقة، خذ تابع تابع. يلا مبروك عليك إن شاء الله. هم كلهم كم؟ 60 سنة، 65 سنة، وإن شاء الله بتطلع فوق بتنسأل، راح يقولوا لك الحلقة 10 شو كان فيها؟ الضيفة شو عملت في الحلقة 10؟ لازم تكون متذكر. يعني كل يعني أنا دائما بقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، وعرض الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة، ببلش بالصغيرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. تفاجأوا بالصغائر قبل الكبائر، لأنه أنا وإنت ما بننسى الكبائر، ما احنا عارفين كبائرنا، بس الصغائر راح ينصدموا. حتى هاي انكتبت، حتى هاي انكتبت، يعني أنا لما هاي انكتبت كمان. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ونعم بالله الغفور الرحيم. فهاي النقاط اللي حبيت أنا أركز فيها على موضوع لغة الجسد، ما أجملها من لغة إذا كان الإنسان أتقنها وعرف يفهمها. حقيقة هاي اللغة فتحت لي بواب كثير في الحياة. لما طلعت لأوروبا وبديت ألتقي في ناس أنا لا أعرف لغتهم ولا هم يعرفين لغتي، لكن بديت أفهم الناس من لغة جسدهم. اليوم جزء من شغلي وطبيعة شغلي في مساعدة الناس على الارتقاء في حياتهم هي لغة الجسد، تأثيري عليهم بلغة الجسد. أنا أستطيع أن أفهمك أكثر بكثير من الكلام اللي أنت بتحكيه. لست مضطر أني أسمع كلامك حتى أعرف من أنت، لست مضطر أن أسمع كلامك حتى أعرف صدقك أو كذبك. الموضوع بيجي بالخبرة وبالتمرين، لكن حتى نصل إلى الخبرة نحتاج إلى أن نبدأ بأول خطوة. أول خطوة اطلع. اللي حابب يسجل معي حيا الله، راح أترك لكم الرابط في أعلى الفيديو، واللي مش حابب يسجل معي كمان حياها الله، ادخل احضر، شوف فيديوهات، تابع، لا تقصر، اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق. بتمنى لكم التوفيق والنجاح والسعادة. أنا بدي أشوف إذا في سؤال. طيب أنا شايف إنه ما شاء الله عليكم، شكرا لكل اللي بتبعتوا، وأنا بعتذر منكم اعتذار من القلب لأنه ما عم نقدر نرد على كل الأسئلة، وأنتم شايفين يعني بارك الله فيكم، بالعكس تعليقاتكم تغنينا. وعلى فكرة أنا بجيب المواضيع من تعليقاتكم، فلا تدخل علينا بتعليق، لأنه أنا باخذ التعليق ومنحاول نلم تعليقات في موضوع معين وبنعمل عليه برامج، وهذا اللي بيعطينا إمداد، إمدادنا من عندكم أنتم. بس لا تزعلوا منا، أنا بالنسبة إلي التعليق الجيد والتعليق السيء ما بدي أحكي سيان بتأثيرهم، لكن بالنسبة إلي الاثنين بيساعدونا على أنه نحن نتطور في هذه الرسالة ونوصلها بشكل أكبر. الناس اللي متابعة الصفحة من زمان بتعرف كم صرنا، 5000 فيديو، 5000 فيديو، لن ما نبخل في شيء، كل شيء موجود عنا عم نعطيه. لكن لازم أوضح، تدريباتي مختلفة، يعني التدريب غير اللي احنا بنطلع بنحكي فيه، الموضوع مختلف، موضوع متابعة يومية ومتابعة تمارين وتمارين نفسية، ويعني مواضيع مختلفة تماما. لكن هاي الصفحة مفتوحة، هي مجرد وعي عشان بس إضاءات، إضاءات عشان تشوف الحياة بشكل آخر. لكن أنا بضوي لك الضوء، بس أنت عليك أنك أنت تكمل. فأنا بدي أتشكركم جميعا جميعا. أتمنى أنه هذا الفيديو يوصل للناس، بلكي بيستفيدوا الناس في موضوع قراءة لغة الجسد. قريبا إن شاء الله في مفاجأة كبيرة، برنامج كبير إن شاء الله، جدا 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 إن شاء الله أنا عم بحضر له مع زميلة راقية جدا، وهي يعني من الرموز الإعلامية المهمة. إن شاء الله أنتوا راح تكونوا أول مستفيد من هذا الموضوع. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. حنترك الروابط فوق، وبالنسبة للشباب والصبايا اللي بيشوفونا في اليوتيوب حنترك لكم الرابط في وصف الفيديو في الأسفل. نراكم على خير، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا تدعونا وانتم بتفطروا، دعوتكم مستجاب إن شاء الله. السلام عليكم.